الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في كل مكان، مشاهدينا على قناة الاقتصاد والفلاح، أهلا بكم. معاكم المهندس محمد. النهاردة بإذن الله تعالى حلقة مهمة جدا لكل المربيين، وخاصة اللي عاوز يربي ما يعزبوش. بفضل الله بيوصلني اتصالات، وعلى قد ما بقدر بجاوب كل الناس اللي بتكلمني على قد استطاعتي. عايزين يبدأوا مشروع البورش. اللي خلاني عملت الفيديو ده النهاردة، حد اتصل بيا امبارح بيقول لي عاوز اشتري طلوق ابور مستورد، اديني نصيحتك او قول لي اشتريه منين. من باب الامانة لما حد بيجي ياخد رأيي في حاجة بحط نفسي مكانه. قبل ما بجاوبه بسأله ايه خبرتك في الميز، انت مربي قديم، عندك قطيع، الدكر هتشتريها لمين، عشان نقدر نتناقش مع بعض ووصل النتيجة واديله حل هو يكون مرضي بيه او يكون موافق عليه ويكون مقتنع بالكلام اللي انا بقوله. ما ينفعش اقول كلام هو ما يكونش ايه مقتنع بيه. فالمهم الراجل بيقول انا عايز طلوع مستورد. قلت له نفترض ان الطلوع المستورد في حدود مثلا 50,000 جنيه، ممكن ما يلاقيش بالاسعار دي بس نفترض. قلت له في دم دخل، يعني في معيز جديده دخلت من جنوب افريقيا حوالي 200 راس، وفي شغل جه من بلغاريا، وفي شغل دخل من استراليا، يعني بنتكلم في اعداد قليله ومش قليله، وليكن الاعداد اللي دخل منهم مثلا 300 طلوقه غير الامهات، وفي امهات كانت جايه حشر من بره. الشغل بتاعه اول ما يبدا في الموسم بتاعه وتلاقي ولادات ان شاء الله، وده يحصل قريب باذن الله، لان كان في معيز جايه حشر من بره، موسم كمان هتلاقي، وده حصل فعلا، اسعار المعيز البور وخاصة الذكورة اسعارها نزلت كتير جدا، والنتيات كمان. طيب انت كراجل مبتدئ ما عندكش خلفية، ممكن يكون عندك مكان سطح مثلا او عندك مزرعة، وعاوز تجيب 3 اربع حتات، وتروح تجيب لهم مثلا 3 اربع حتات في حدود مثلا 80,000، لو نجيب حتة ب20 مثلا دي نتيات، وتجيب لك دكر مستورد في حدود 50,000، يعني بتتكلم في رقم كبير. طيب لما تيجي حضرتك تيجي تبيع الشغل ده النهارده، انت هتيجي تبيع المعيز دي، انا كراجل مثلا حد بيتصل بيا بيقول لي رشح لي حد ثقه اشتري منه، بقول له روح هات من فلان. المربي الجديد انتاجك ده هتبيعه لمين وهتبيعه بكام؟ انت النهارده جبته ذكر وانتاي واقفين عليك مثلا في حدود 70,000 ولا 80,000، طبيعي ان انت عاوز تبيع مفاطيم بسعر عالي. يعني مش هتقول لي مثلا جايب ذكر وانتهي بمبلغ اروح ابيع الحته ب 5,000، عايز تلاقيك مثلا تبيع الحته ب 10 ب 15 ب 20. طيب وحد تاني كلمني احمد مثلا، كلمني عايز يبدا مشروع زي كده، احمد مش هيروح ياخد من المبتدئ، احمد عايز يروح يجيب من مزرعه كبيره زي اللي حضرتك رحت شريت منها الطلوقه. ده كده في نقطه التسويق، يبقى انت يبقى عندك انتاج ومش هتعرف تبيعه. طيب الحل بقى ايه؟ الحل يا جماعه في الوقت الحالي اللي احنا فيه، اشتري معيز خليط بور او بتمنى هات معيز شامي، يعني ممكن تجيب معزه خليط بور بخمسه او بسته، تجيب معزه شامي ب5,000 محترمه قد في الحجم قد مرتين المعزه الخليط البور، وهات طلوقه بور بيور او طلوقه ابن مستورد ممكن تجيبه في حدود 15,000 جنيه، وتجيبه من حد يكون ثقه، وهتجيبه ويبقى على شغل ان شاء الله، ممكن تجيبه من 10 ل 15، هيبقى طلوقه 1000 في 1000، هيقضي الغرض. ناجي واحد جاب طلوقه ب50,000، واحد جاب طلوعه ب15,000، مين هنا المستفيد؟ المستفيد اللي جاب الطلوعه ب10 او ب15، لان البيع المفاطيم هيكون في حدود نفس السعر، مش هيزيد كتير، دي نقطه. طيب النقطه الثانيه، طبيعي اللي بيشتري طلوعه لما يجي يبيعه واشتغل عندك سنه او اتنين هتقل من ثمنه وهيخسر معاك. اما كنت شاري طلوعه في حدود 10,000 مثلا، وزنه مثلا 70 80 كيلو، يعني سعره مقارب لو هو بور بيور من سعر اللحم. طب لو طلوع خليط هتجيبه سعره مقارب زي سعر اللحم بالظبط، يعني لو 50 كيلو ممكن تجيبه بستة بسبعة اقصى حاجة، ده لو خليط. انما لو بور بيور هيزيد شوية. ناجي الراجل اللي هيبيع الذكر ده بعد سنتين اللي شاريه ب50,000 هيبيعه بكام؟ ممكن يجيبه ب20، لان في الوقت ده هيكون ابن الاولاد المستوردين كتروا طبعا، زي ما بيتقال دلوقتي كله ابن مستورد، وهتلاقي المعيز اللي جاية ده 10، هتلاقي الانتاج اللي هو خاصة في البور هتلاقيه كتير، ومفيش واحد جايب ذكر ب50,000 هيبيعه لحم. ناجل الراجل اللي راح شرى ذكر ب10,000 جنيه مثلا او ب15,000، الذكر ممكن يكون وصل عنده ال100 كيلو، لما يجي يبيعه هيبيعه بسعر اللحم مش هيخسر فيه، بالعكس هو كسب واستفاد منه كتير جدا في التاجير وفي الشغل اللي خده منه. دي الفرق. عاوز تبدا المشروع ابدا بحدود امكانياتك،
ابدأ بطلوقة بسعر مناسب ما يزيدش عن 10 أو 15 ألف جنيه. دي نصيحتي ليكم ونصيحة للراجل اللي اتصل عليا امبارح، واشكر كل الناس اللي بتثق فينا وبتتواصل معانا، واتمنى لكم كل خير، وبكون سعيد جدا لما ناس بتكلمني بتقولي انا شفت فيديوهاتك وبدأت وعملت المشروع وبتبعت لنا كمان شغل عشان تعرضه على القناة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يوفق الجميع ويرزق الجميع من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.